مرحبا بكم وبالجمهور الكريم في احضان الدوره 17 للمهرجان الوطني لموسيقى الشباب اللي هو تحت شعار وطني ومواطنه وتحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، استمرار للدورات السابقه واستمرار لمهرجان اغنيه الطفل. هادو الشباب اللي كانوا اطفال الان ولاو يافعين ولاو شباب وخداو المشعل والان راهم معانا في الجامعه، وكاينين عندنا برنامج حافل فيه ثلاثة أيام. النهار الأول اللي دابا نتوما حاضرين فيه غادي يكون فيه تبارك الله واحد القافلة ديال الفنانة تبارك الله اللي ومختلط، هذا الشيء فيه أحواش، فيه رقصات، فيه أغاني قديمة وجديدة، فيه راب، دايرين مختلط للشباب لكل الأذواق. عندنا النهار الثاني غادي يكون فيه تباري تبارك الله ما بين حتى هما، كاينين فئه كبيره ديال الشباب اللي غادي يكونوا متبارين غدا. كاينه الجنه اللي هي غادي تحضر للتحكيم فيها الاستاذ عبد العالي الغاوي، كاينه استاذه خديجه بركات، كاين استاذ رضوان الديري، كاين استاذ زكريا الحداني، هذو كلهم كل في من موقعه. غادي يكونوا اللي كانت الجنه من المستوى الكبير ان شاء الله. والنهار الاخر اللي هو غادي يكون اختتامي غادي يكونوا فيه نيت مغنيين اخرين، وغادي يكونوا فيه توزيع الجوائز والاعلان على الفائزين. المشاركه ديالي طبعا كاي سنه تقريبا هذه ما يفوق 7 سنوات وانا معهم في المهرجان، يعني كجوري كحكم parmi les jurés اللي كاينين. وطبعا مره كنديروا اطلال على الجمهور ديالنا، ويعني كتكون هناك جديد ديالي لك الجديد، كنحاول ما امكن بانه نبرزوا في هالتظاهر هذه. المشاركة ديالي هذه المرة الخامسة إن شاء الله اللي كنشارك فيها، رغم أن هذه راه الدورة 17 للمهرجان الوطني تبارك الله الموسيقى ديال الشباب. دونك هنايا المشاركة ديالي كجميع الفنانين اللي حاضرين معنا، لأن مدام بوجنتار عندهم واحد الحب كبير تبارك الله عزيز عليا بزاف، لأن ملي كتناديني باش نكون حاضر معها لهذا المهرجان ولا بدا ما كنكونوا حاضرين تبارك الله كيجيب نجوم كبار تبارك الله، كتكون نايضه دائما، والحمد لله كنتمناو باش يدوز هذا المهرجان في افضل حالات ديالو. مجيد مسرور للمشاركه ديالي، تقريبا كنت كل عام كنشارك معاهم الا العام اللي فات حيت كان عندي التزامات، وغادي يكون ان شاء الله حوايج جداد غيتغناو في البلاطو، ومن بينهم جوج الاغنيات اللي معروفين ديال بلا بلا وديال السيده حياتي. جيت سعيد انني كنشارك في هذه الدوره 17 لمهرجان موسيقى الشباب. دي ماشي المرة الأولى اللي كنشارك في هذا المهرجان اللي كيستضفونا فيه العائلة الفنية عائلة بوجندار. إن شاء الله نقدم جديد أعمالي، هو ديكوفر ديال ناس الغواء جي جي ليلا اللي هي يدك اليمين، أغنية ديال هوماج للشاب عاقل، إستوار قديمة الشكل ديال الراي، يعني معاودة في التوزيع ديالها موزعين جزائريين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.